إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، في نهاية القرن الأول الهجري سنة 93 للهجري، مشهد جميل من مشاهد التاريخ الإسلامية، إنه فتح الأندلس. الأندلس التي نشرت الحضارة في أوروبا، والأوروبا كانت تغوك في الظلام. بدأ المسلمون يدخلون إليها أنواع من حضارات المدنية ومن العلوم. حمل الراية طارق بن زياد وموسى بن نصير وعبد الرحمن الداخل، أبطال من أبطال المسلمين، وصلوا إلى بالأندلس فنشروها بالنور بعد أن ملئت بالظلام. نشرت التوحيد فيها، فمرت بلاد الأندلس رمزا من ومنارا للحضارة في العالم كله. وملوك أوروبا يرسلون أبناءهم للدراسة والتعلم في بلاد الأندلس. فمرت أكثر من 3 قرون، أجمل وأعظم مرحلة من مراحل حياة المسلمين في الأندلس، قوة وعلم وعدل ودين، الكل يأخذ حقه، المسلم وغير المسلم. ففي هذا العهد ظهر من كبار العلماء الحضارة من المسلمين. وفي الطب نجد ابن سينا وأبو القاسم الزهراوي الذي بين آلات التشريح وامتاز برسومه بالآلات الجراحية. وفي الفلك ابن الهيثم، وفي جغرافية الإدريسي، وفي الرياضيات الخوارزمي. ونجد أيضا ابن رشد في دراسة الكلام والشعر والفقه والفلسفة والطب والفلك وغير ذلك من العلماء. واليوم أين المسلمون؟ أين شباب المسلمين؟ أين نحن من تلك العلماء؟ فلا بد أن نستيقظ ونفتح أعيننا ونتأمل، أين هؤلاء العلماء؟ وكانوا مسلمون وبهم بشر، يمكننا أن نتعلم ونعمل ونجتهد ونتحرك رأسنا ومخنا ونقول يمكننا أن نفعل، يمكننا أن نصبح عالم من علماء الدين وغير ذلك، حتى نكتشف شيئا ينفع به العالم كله. فعلينا أن نتفكر لذلك ونعمل مثل كما عمل قدماؤنا وأسلافنا علماء الأندلس، حتى يرجع المسلمين وحتى نرفع راية المسلمون في السماء العالم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، لكل شيء إذا تم نقصان فلا يغر به بطيب العيش إنسان. مرت أكثر من 3 قرون، أجمل حياة المسلمون، ولكن عندما انتهى عهد الخلافة وبدأ المسلمون بالتفكك وبدأ عهد الطوائف، 27 طائفة فككت بلاد الأندلس، وبدأ سقوط الأندلس. ومن أسبابها ضعف العقيدة والانحراف عن المنهج، إلغاء الخلافة وبداية عهد الطوائف، الاختلاف بين المسلمين، تخلى بعض العلماء عن القيام بواجبهم، عدم سماع ملوك الطوائف لنصح العلماء وتحذيرهم، سوء السياسة والتعامل مع العدو، وعدم استقرار السياسي، تقديم المصالح الشخصية
وغلب الأنانية وحب الذات والانغماس في الشهوات، فبحث الناس عن اللذات في مختلف صورها، خمر ومتاع، واهتمام الناس بظاهر التبرج والأغاني التي أدخلها زرياب في من بغداد. هذه الحالة مؤسفة مؤسية. فعندما أغرق المسلمون في الشهوات وفي الملذات وفي المعاصي، فالله يرفع الرحمة والبركة وينزل العذاب. والآن ننظر في حالة المسلمين اليوم في جزيرتنا. حال المسلمين الآن حالة محزنة ومؤسفة، لهم وعبث وضياء وأغاني إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتفكر ونتأمل ونعمل عملا صالحا، ونقوم بالدعوة وبالدعاء وبالتوبة والمحبة حتى ينزل علينا الرحمة والبركة. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل ما أصابهم مثقلا لميزان حسناته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.